أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وعساكم العبادة، أعاد الله علينا وعليكم وأنتم بأتم صحة وعافية. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك، أمان الله وإياكم من كل سوء. كل عام وأنتم بخير، عساكم من عوات. كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم طيبين، الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة. كل عام وأنتم بخير ومن الفائزين. تعاون الجميع سيكون سبب بإذن الله إن شاء الله لتعدي الأزمة والأمور مطمئنة. كل عام والجميع بصحة وعافية. عيد سعيد على الجميع. انتم العيد لكل عيد. نهني قادتنا الحكيمة بعيد الفطر المبارك وكافة أفراد الشعب السعودي، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة عنا وأن يزيل هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن. نهني قادتنا الحكيمة بالعيد المبارك ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، والله عيدوا علينا وعليكم وإحنا بصحة وعافية. نهنيكم بحلول عيد الفطر المبارك وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. نهني مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وكل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية بخير. وكل عام وانتم بخير ومن العايدين الفائزين لكم جميعا. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم كلكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يزيح هذه الغمة عن البلاد كلها بإذن الله. كل عام وانتم بخير، عساكم من أول. وهنيئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. وهنيئكم بحلول عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعات. هنيئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومتنا الرشيدة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وعاد الله علينا وعلى المسلمين بالصحة والعافية. أهني منسوبين مستشفى الصحة النفسية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.